حقق المنتخب المغربي فوزا تاريخيا على البرازيل بهدفين مقابل واحد في المباراة التي أقيمت على الملعب الكبير في مدينة طنجة وشهدت الدقيقة الرابعة عشرة من الشوط الأول فرصة برازيلية حيث أهدر روني هدفا بعد تلقيه كرة بينية من فينيانوس جعلته ينفرد بحارس المرمى المغربي بونو إلا أنه سدد الكرة عاليا وأنهى أسود الأطلس الشوط الأول بهدف أحرزه سفيان بوفال في الدقيقة التاسعة والعشرين А шрин. وعاد لمنتخب السلساو والنتيجة في الدقيقة السابعة والستين بهدف أحرزه كاسيميرو من تسديدة حاول بون التصدي لها لكن الكرة مرت من تحت يديه وفي الدقيقة التاسعة والسبعين أعد عبد الحميد صبير التقدم للمنتخب المغربي بهدف أحرزه عن طريق تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء البرازيل وتدخل المباراة الودية بين المغرب والبرازيل في إطار المباريات الأعدادية التي سيخوضها المنتخب المغربي استعدادا لتصفية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا بساحل العاج في عام 2024